في ايه؟ وايه الهبل اللي انت عاملاه في نفسك على الصبح ده؟ خير في ايه؟ لا 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 اتفرج بقى على الشياكه. شياكه ايه ده؟ انا حاسس اني بكلم دريم لاند. الله يخرب بيتك. شياكه ايه؟ ادريم. اتفرج على الموديل يا ابني. موديل ايه يا ست انت؟ ايه رايك؟ ايه الزينه اللي على كتفك دي كلها؟ ايه رايك في الزينه؟ كل دي زينه على كتفك؟ انت عامله عيد ميلاد ابنك تحت باطك ولا ايه النظام؟ لازم افهم. يا ريتني ما رديت عليك. طب ايه الدخان اللي طالع معاك ده؟ تجارب. تجارب ايه؟ تجارب بعملها في المعمل بتاعي تحت. الله، عملت تجارب ايه؟ اذا كان ارشميدس عمل قانون الطفو ونيوتن عمل الجاذبيه، فانا خالد عملت قانون جديد اسمه العفياجيه. الله، ايه العفياجيه دي؟ ما تعرفيهوش؟ عمري سمعت عنه. اعرفهولك يا مدام. اتفضل. مش في اسئله كتيره جدا في الكون مش لاقيين لها اجابه؟ العبد لله اللي قدامك ده بيحاول يلاقي لها اجابه. على سبيل المثال وليس الحصر، تقدري تقولي لي مثلا الصوت بيصوت والنور بينور، يعني ليه النور ما يصوتش والصوت ما ينورش؟ اسئله كتيره جدا يا هند في الكون مش لاقي لها اجابه، حاولي تجاوبيني. ليه الواحد لما بيعيا بيروح للدكتور ما بيروحش للميكانيكي؟ اسئله كتيره جدا يا هند في الكون ملهاش معنى، حاولي تجاوبيني. طب ليه الشمس بتشمس والهواء بيهوي؟ ليه الهواء ما يشمس والشمس ما تهويش؟ اسئله كتيره جدا ملهاش اي معنى يا هند، حاولي تجاوبيني. طب ليه الواحد لما بيعطش وبيشرب بيعمل بيبي؟ ايه وجهه النظر في البيبي؟ ليه الواحد ما يشربش الاول وبعدين يعمل بيبي؟ ها، ايه وجهه النظر في البيبي؟ ردي عليا. طب ليه بنصحى بعدين ننام؟ ليه بنصحى وبعدين ننام؟ ليه ما ننامش الاول وبعدين نصحى؟ طب ليه بناكل من بقنا؟ اشمعنى الثغره دي تحديدا اللي بناكل منها؟ ما الجسم مليان ثغرات بالهبل، جت على البق ولا كمنه في اسنان يعني؟ ها؟ ليه ما ناكلش من ودننا؟ طب ليه خروف يمقمق والقطه بتنونه؟ ليه القطه ما تمقمقش والخروف هو اللي ينونه؟ العيب على مين؟ العيب على الكلبه اللي واقفه تسمعك. كلبه؟ ليه؟ الكلام اللي انت قلته ده انا ما فهمتش ولا كلمه. انا بكلم كلبه؟ انا بشتم نفسي. تشتمي نفسك يعني تشتميني يا مدام؟ ليه قلت ايه؟ ما هو عشان انت حضرتك كلبه يبقى لازم ابقى كلبه عشان افهم الكلبه اللي قدامي. لا حضرتك مجنون بس. اما انت عارفه ان انا مجنون بتغلطي ليه يا هند؟ اصلك قلت كلام ما فهمتوش. ايه اللي قلته مش مفهوم؟ مش عارفه بتقول لي النور بينور وحوشي ميه اصلها تتقطع. حوشي ميه؟ مش قلت هتتقطع؟ انا قلت حوشي ميه يا ترومبا، انا قلت الكلام ده. عرفت بقى انك مجنون؟ مجنون رسمي طبعا. طب ايه المطلوب مني يا مجنون؟ مطلوب من حضرتك حاجات كتيره قوي. زي ايه؟ بما ان حضرتك بنت عمي وبما اني ابن عمك وبما اني مش لاقي اكل وبما انك مليونيره. الله اكبر. فانت اللي هتمولي التجارب العلميه بتاعتي. مش هنون حاجه. غصب عنك انت هتمولي وهاتي كام مليون لحسن اكسر نفوخك. كام مليون؟ ولا جنيه واحد، انت جننت؟ طب ما انت كمان مجنونه، عمال بعترف فلوسك يمين وشمال على هبل وتفاهات. قال ايه؟ بشتري خرده، انا ملكه الخرده، بشتري انتيكه، اتنيلي عليكي وعلى الانتيكه بتاعتك. لا 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 لا، فلوسي ورث جوزي اللي اتجوزته، راجل اتجوزته قعد معايا 3 اشهر وخلص. تقولش متجوزه كارت الو؟ كارت الو؟ شويه قعد يستقبل وما يرسلش، وشويه وقطع خالص. كان نفسي اكون محمول منه واجيب حته بنت طوكيا ولا حاجه. طوكيا؟ يا نهار اسود. انا حرف فلوسي. لا ما انتش حره يا هند. ليه؟ لانك ما انتش عارفه الخطر اللي حواليكي، والتجارب اللي انا بعملها هي اللي هتحميكي من الخطر اللي حواليكي. انا اعرف احمي نفسي كويس. تحمي نفسك بايه؟ ردي عليا، كل اسلحتك شويه المازات، اكسسوارات، خرده ملهاش اي قيمه، بكره فلوسك تخلص يا هند وترجعي تاني تحتاجي للوكيل. ها، ابن عمنا الكبير يعطف عليكي ويديكي زي زمان. كلنا كنا بنحتاج للوكيل حتى انت، بس دلوقتي هو بياخد مني. وانا كمان هاخد منك. مش هديك، واعمل اللي انت عاوزه. هضربك، هكسر دماغك، هجيب عليك واعطيك يا هند. الوكيل هيحميني. كان زمان يا حبيبتي، الوكيل بتاعك ده كان يقدر يحميكي زمان. دلوقتي خلاص مديون، عنده هموم ومشاكل ومش فاضيلك. هشتري واحد اقوى منه، اخليه يضربك ويكسرك ويجيب عليك واعطيك. هدي السفاله وقله الادب لما تجيب واحد غريب عشان يضرب ابن عمك. ما دام انت قريب وعايز تضرني، اجيب واحد بالفلوس واخليه يمحيك من على الارض. اخس. امشي. اخس عليكي، اخس. قصاي. قصاي يا ماجيك لاند، قصاي. سجاير؟ قال يعني السجاير ايه اللي هتخليك البيت اللي موقفه جامعه الدول على رجل؟ ها؟ بطه بلدي بتولع سجاير. تشربي سجاير يا هند يا بنت عمي؟ سجاير ايه انت؟ هتوديني في داهيه؟ ده حشيش. يا نهار اسود، بتحشاش يا وليا؟ حطه على النار يبقى بودره. بتحشاش يا هند؟ بفلوسي يا كلب. طب ليه الكلب بيهوهو والحمار بينهى؟ عشان التهبل. طب ليه لما زعب الليل وطلع الحب العصفور صوصو؟ طب ليه لما شاف القطه وقال لها بيسبس قالت له نونو؟ عشان ماما قالت له سيب القطه وخليها في حالها يا عبيط. هي دي المنطقيه اللي انا بحاول اسال. حضرتك بتطفحي ايه؟ انا اسف طبعا. خمره. صلاه النبي. نوع جديد اسمه الضحيه، تشربه وتمقمق. خمره وحشيش يا هند. الخمره والحشيش اشتغلوا. ده لو ما اشتغلوش يبقى ما عندكيش دم.
عاوز اسالك سؤال. سأل يا اختي. ليه الناس لما بتشرب حشيش ايوه ايه ده اصلا؟ بتتخدر مش بتتصفر. يا صباح الغيبوبة. وليه الناس بعد ما بتتسطل ايوه بتفوق مش بتتحت ولا بالكف ولا بالوعي؟ يا صباح اللاوعي. انا عيني بتوجعني قوي. سلامة عينك يا اختي. ما لاقيش معاك قطرة؟ لا. ولا انشف؟ انا هروح مشوار صغير وارجع بسرعة. يلا في داهية. اوعى تتأخر. يا نهارك يا اخويا. وليا هنا تعالى. ايه الاباحيه اللي انت فيها دي؟ ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي حصل لك فجاه؟ حته من الكتف وديكولتيه وخمره وحشيش وبتتقصعي وعادي كده؟ إيه؟ ما كل ادوارك كانت ملمومه في التلفزيون، فجرتي في المسرحيه دي خلاص؟ محدش قدك؟ عيب عيب يا مدام عيب. عيب ده انت ابنك قدي. خمرة وحشيش يا نهار اسود ومنيل. طب ليه الخمرة بتسكر والحشيش بيستر؟ وما هو الفرق ما بين السكران والمسطول؟ نجرب. ما جاتش على التجربة دي يا كيميا. ايه بتشرب ثلاث خمسات؟ أعوذ بالله. لا في فرق، في فرق فعلي ما بين السكران والمسطول. وبتعلي صوتك عليا يا قاسم. لا والله ده اللي بقول. صباح الخير. صباح الخير. مفيش سواح هنا عايزة تركب جمال، فايه؟ شوف أكل عيشك في أي صحراء تانية. أنا عارف إنه خلاص، بس مش قادر أفرد ظهري يا خالد. ما هو عموماً ده طول أي بني آدم طبيعي، أنت اللي فالت فوق مع أصحابك في الكواكب التانية. الحقد ده يا راجل، الحقد إيه؟ صعبان عليا اللي بيحصل لك يا ياسم يا ابن عمي. أعمل إيه يا خالد؟ تعمل إيه في إيه؟ الاستعمار بيطلع عيني بعيد عنك. يا راجل الاستعمار مشي من 52 وأنت نايم. لا أنا لسه مستعمر. يعني الإنجليز سابوا البلد كلها وقعدوا في شقتك، خلاص هي دي اللي فارقة معاهم؟ خالد أنا هفهمك. مراتي. مالها؟ أم العيال. مالها؟ ست السيد. مش هينفع. ليه؟ عشان ده أول الليل فالوش هيبوظ. إيه؟ سيطر على بقك. ما تقلقش. إيه؟ سيطر على بقك. أنت مش فاهم أصلاً. وبعدين في فرق طول فنازلة زي الطلقة في عيني. إيه؟ أفهمك يعني. مراتي أم العيال. مالها؟ ست السيد. مش هينفع. مش هينفع. ما تقلقش يا خالد. ما تقلقش إزاي يعني؟ ده مطهر يا بابا. مطهر. والله يا خالد معلش اصل انا منفعل شويه. يا ما هو انت منفعل وانا هرجع. طب وبعدين؟ خالد استحملني النهارده واستحمل هبلي. استحمل انت ناقص هبل؟ معلش استحملني. اوكي. انا فاهمك. مالها؟ مراتي. مالها؟ ام العيال. مالها؟ ست السيد. يا دي حوسه. نقي حروف ما فيهاش هوا عشان نخلص. معلش يا خالد استحملني استحملني عشان خاطري. اتفضل. ها؟ مراتي ام العيال ست السيد. مالها؟ سافرت تجيب بضاعه من الجمرك. طب وايه الغريب في كده؟ العيال قالوا لي ما دام ست السيد سافرت اخرج يا نينا. عيالك بتقول لك يا نينا؟ طبعا يا خالد ده انا عيالي متربيه. كمل يا بنت اختي. قلت فرصه بقى اروح ازور الحسين. اه رحت ازور الحسين سواري اصطدمت رجلي. الجزء الكام يا ست امينه؟ هي معيشاني في افلام ليل نهار. هي مين؟ ست السيد. وبعدين ايه اللي حصل؟ بس عرفت بالحكايه جابت عيلتها جم ضربوني علقه سودا بعيد عنك على باب القصر. يعني عيله مراتك ضربتك تاني يا قاسم؟ كالعاده يا خالد. كالعاده؟ انا اعرف لما راجل يتضرب من عيله مراته يبقى راجل خرع. ايه؟ خرع. ايه في ايه يا باشمهندس؟ انا ايه؟ خرع. انا مش خرع. هتكون ايه يعني؟ انا خرم.
انا قلت لابويا 100 مره بلاش الجوازه دي يابا نخلص. احنا ما عندناش رجاله تقول رايها. يا صلاه النبي، فرحك الخميس اللي جاي كمان. طب يابا شوف العروس اللي شوفك ايش، اذا كانت امك لحددلك ما شفتنيش. امال انت ايه مبرر وجودك في الحياه؟ يعني يعني انت جاي صدقه ولا ايه نظامك؟ ولا نقطه فرح ولا ايه؟ يعني مزهق حد بتخلص منك ولا ايه الحكايه؟ انا مش فاكر حاجه يا خالد. اللي انا فاكره ان فرحهم كان حلو قوي. فرح مين يا ابني؟ فرح ابويا وامي. انت حضرت فرح ابوك وامك؟ يا ده انا اللي معرفهم على بعض. اسكت انت بس. نهار اسود ومنير. يا خسارتك يا خسارتك يا وفاء. يا عم وفاء مين في عرض النبي بقى؟ بنت الجيران. مالها دي؟ الحب الاول. طب ما اتجوزتهاش ليه لما هي الحب الاول؟ كان حبه من طرف واحد يا خالد. على حساب بقى. والله انا كنت بحبها وهي حبت واحد اسمه مصطفى، يعني موضوع كده مش عايزين. الحمد لله. المهم يا خالد انا قلت خلاص بقى، ست السيد ست السيد، اهي ست زي اي ست. وانت تحب الستات زي عينيه. انا ما فشلت في حبي الاولاني لانه من طرف واحد. انت عارف يا خالد الحب من غير امل بيبقى اسمى معاني الهبل. ومن ناحيه الهبل فالهبل واضح مش محتاج ما شاء الله. طبعا واضح. انا قلت بقى خلاص ست السيد واتجوزها. الحمد لله ست زي اي ست. طلع حظي هبال. ليه يا عم انت؟ طلعت امراه مختلفه عن جميع الامراءات اللي شفتها في المجتمع يا خالد. عن جميع الامراءات اللي هنا يعني. زي انزل سنه صغير كده. ايه؟ البعيد مؤهله ايه؟ يعني ايه؟ يعني نوع الشهاده الحقيره اللي بيحملها. الله الله الله. انهي حمار علمك اللغه؟ ايه ده ايه ده؟ انا الصنصة ده بقسم طب اسنان يا بابا. هي بتغلط الشهادات. طب ما انت طب اسنان ما تسيطر على مركز الشباب ده اللي مغرقنا من الصبح. يا خالد انا منفعل بس. لا حول الله يا رب. مش فاهم اصل انت. لا مش مقدر مشاعري. يا راجل مشاعري انا هقدرها. انت فاكرها يا خالد ست عاديه زي بقيه الستات اللي هنا؟ اكيد زي بقيه الستات. لا ابوس رجلك. ست مختلفة يا خالد. يا نهار اسود ومنيل. مختلفة. أنا عايز أموت موتة ربنا مش هموت غرقان يا عم الحاج. أنت فاكرها ست عادية كده؟ أكيد ست عادية. أمال إيه يا عم؟ دي ست بشعة. يا إكسلانس في شباب بيخرج من بقك يلعب في وشي. حاول تلمه أو اعمله الكرنيهات. يا خالد ست فظيعة والله. حرام عليك اللي بتعمله فيا. والله فظيعة. يا نهار اسود ومنيل بنيلة. دي بشعة. يا راجل انت لو واقف على حوض مش هتعمل اللي بتعمله في خلقتي. وانت لو مكاني هتفلت فافت العالم كله. طب اتفضل. ايه؟ ده منتهى الهدوء. يعني ايه؟ خلص اللي عندك. خلص ايه؟ وشي حوض تحت امرك. اتفضل يا بيه. يا خالد. اتفضل صب من ايدك في خلقتي. يلا يا بيه اتفضل. يا خالد خليك لطيف. الله على لطيف واللي انت عايش في اغسطس. الله يلا خالد. مع لا خليك ظريف. الله الله الله. ما تبقاش حلوف. اسقي إيه الزرع اللي في وشي يا كمان يا ولد. لا ما تبقاش جحش. اطفي النار اللي في خلقتي يا ولد. خالد ما تبقاش حيوان. شويه هنا بعد اذنك عشان الحر الله يفتح عليك. ايه يا خالد؟ نعم خالد ابوس ايدك. نعم. انا عايز افضفض. تفضفض ولا تفتف يا بني ادم؟ لا افضفض. اتفضل فضفض تفتف اغسل اعتبر نفسك في حمام بس خلصني. اتفضل خالد عشان خاطرك. خاطرك معلش استحملني بقى. ايه ده؟ معلش انا ما بحبش اصل اللي يفلت مني وانا ما تبعدش عني. ما بعدش عنك ليه؟ خليت لطيف. يا نهار اسود. معلش ما بعدش عنك. انت بتحبني من ايام الجامعه ما بعدش عنك. معلش ما تفلتش يا عم. حد ايه ده؟ معلش لا معلش يا بيه عيب كده. سيبني لا لا ما ينفعش. انت ما بتحبش كده. ما بتحبش ايه؟ ثبت دي ثبت دي يا عم. سيبني انت. ثبت دي. طيب ده اداء جديد للشخصيه النهارده ولا ايه؟ معلش ثبت دي. ثبتها ليه؟ معلش عشان اوعى. معلش ثبت دي. ثبت دي ادي اخره اللي يمثل مع زرافه. مش حلوف. معلش يا معلش يا خالد. يا راجل مرمطتني. ثبت دي. ثبتها ليه؟ ثبتها. مش مثبتها. ليه ثبتها؟ اهو اهو اهو. ايه ده؟ بس كده. بس ايه؟ سيطرت. طب مسيطر ليه؟ سيطر عليا ليه حضرتك؟ انا ما عملتش حاجه والمنصب. يا بيه عيب كده. ارحم سيبني. طيب انا عايزك. نعم؟ عايزك ودلوقتي. انا خالد ابن عمك مش رانيا بنت خالتك. عيب. افهمني بقى. افهم ايه؟ سيبني. ما تضايقنيش. سيبني ياض. يا خالد انا فاهم. سيبني ياض. خليك لطيف. يا نهار اسود. اسمعني اسمعني اسمعني. انا هفهمك يا خالد. بصني يالا. يعني ايه؟ بصني. ليه كده؟ الدخله دخلت بوصه مش دخلت واحد هيتناقش. يا خالد ما تبقاش رزل. يا راجل رزل ارحمني. ما تفلتش مني. افلت ولا اقول في داهيه. ما بحبش كده. يا نهار اسود. ما بحبش كده. ما بحبش كده. يا جماعة أنا تعبت.
ده انت مقرف. يا جماعه في جمل هربان من البدبح لو سمحتوا. في تمام في يا سكيورتي. حضرتك في اتقلمه ومصعب انا في ايه يا تفضل. ليه تفضل هنا؟ ليه تفضل؟ طب سيبني دقيقتين انشف ونكمل بعد اذنك. غرقت والله. اتفضل. ما هو كده. لا ثانيه ثانيه. بالادب ما ينفعش العنف. العنف ما ينفعش. اتفضل. بالادب تاخد اللي انت عايزه. اتفضل. كل حاجه بالادب بتيجي يا عم. بالادب. بالادب من غير عنف. ايه ده؟ ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه. انا ايه الادب؟ اتفضل بقى. بتدفنوا. اتفضل. انا خدامك يا بيه. اتفضل. انا خدامك. اتفضل. لو عايز تكتب كتابك عليا انا موافق دلوقتي. هنا وتقف كده زي الكلب. خالد. اتفضل يا بيه. خالد. مرمط فيا كمان. يا خالد الست دي تعباني. مرمط كمان. والله العظيم يا خالد الست دي. على فكره كده غلط. يعني العنف ما بيجيبش نتيجه معايا يا بيه. بس يا خالد افهمني. مش دي الطريقه اللي تسيطر بيها على مشاعري اطلاق. مش تبقى فاهم. يا خالد ابوس ايدك. الواحده مننا مش عايزه في الصدر حنين لكن حيطه تتعامل معاها. لا يا خالد افهمني. يا خالد اتفضل خد حقوقك. يا ابني ايه انت عايش في افلام؟ يا ابني ابوس ايدك افهمني. يا خالد مش عارف اخلع منك. افهمني ابوس ايدك. انت راجل؟ طبعا. انت راجل؟ امال ايه؟ طلقني. طلقني. انا ممكن. انا ابويا مستشار ممكن يبهدلك. يا خالد ابوس ايدك افهمني. انا ابوس رجلك ارحمني. والله مراتي ست مش ست عاديه. هم كارفه رجاله. دراع محمد رجلك بالظبط كده. طب في ايه؟ طيب فظيعه. فظيعه ازاي؟ عامله قد كده وحاجه فظيعه. طب يعني ما تسيطر عليها. مش انت راجل؟ مش قادر والله. مخطئ يعني. احسن. مش الستات هم زي الفل بيندغوا لبان؟ كل ستات العالم بتندغ لبان. انا مراتي ما بتندغش لبان. امال بتندغ ايه؟ اسفلت يا خالد. يا نهار اسود. يا هنهش عايز يسعدها لو مشت في طريق لسه بيتسفل جديد. اشمعنى؟ ليه من الاسفلت طري سخن وتقعد تنضخ وتلوك تنضخ وتلوك؟ يا نهار اسود. انت مش بتشوف حفر في الشوارع؟ يا كتير. هي السبب. يا خالد. يا خالد. انا ما عملتلوش حاجه. ده انا وهو كنا واقفين هنا وقاعد يمرمط فيا ووقع فجاه. مش انت خبطت نفسك في الحيطه؟ خالد انت مالك ضعفت ليه كده؟ فوق يا خالد. فوقتي. الحمد لله. تعال تفضل. تعال ابوس ايدك. والله مختلفه يا خالد. انا فاهمك. مش الستات يا خالد بتلف شعرها بحاجات كده؟ اه. ايه ده؟ رولو. لا هي بتقول حاجه تانيه. اسمه رولو. لا يا خالد انت عارف هي بمشي بوكل بالبلد. يا هتحزم وارقص. لا مش بوكل اللي مراتي ما بتلفش شعرها بكده. امال ايه؟ بجنطه عربيه يا خالد. قول الله يا رب. والله العظيم يا خالد من اسبوع جالها كحه. طب الحقها بحاجه لا تموت منك. جبت لها شويه لبان دكر تاخدهم كده. لبان الدكر كويس عشان الكحه. لا مش كويس. ليه؟ رمت اللبان وخدت الدكر يا خالد. يا نهار اسود ومنيل. ده غير هي وعيلتها. مالها هي وعيلتها؟ تقول له بابا تعبني. تعرف بابا تعبني دي؟ آه. يجي هو وعيلته كلها ودب دب فيها للنهار. وانت ناقصك ايد ناقصك رجل. ما انت زي الحيط اهو. مش قادر عليهم قد كده. فرح تتشطر عليا انا؟ والله يا خالد ما قادر. حول الله يا رب. تصرف معاهم يا عم من ده. لا اضربهم معاك ولا كسرين عينك ولا ماسكين عليك زله. انت ايش عرفك؟ عرفت منين؟ كسرين عينك يا؟ اه. يخرب بيتك. اه. نوع الكسره ايه؟ بيزلوا فيها ليل نهار عشان الشقه اللي هي قاعده فيها ايجار. طب ما عندهم حق يا بني ادم. اي عيله تخاف على بنتها شكلها شقه ملك. انت معايا ولا معاهم؟ انا مع الحق. هات لها شقه ملك. ما حلتيش تعريفه. اتصرف. انا اتصرفت بس مش عاجب حد من عيلتها كلها. ايه عملت ايه؟ انا دلقت على حيطان شقتي كلها لبن. طب ما اتحلت الحمد لله. اه بس مش عاجبهم. ايه علاقه ان الشقه ايجار بانك تدلق على الحيطان لبن؟ عشان تبقى ملك. يا رب يا رب ارحمني. انت غبي؟
انا اللي غبي؟ امال ايه يا بني ادم؟ انا مش قايل لك مليون مره قبل كده تعمل معاها معاهده سلام؟ تسجدها، تنيمها، تاكل بعقلها حلاوه. حصل يا خالد. طيب عملت معاها معاهده سلام جدع. قالت لي خلاص من هنا ورايح هسمع كلامك. برافو عليك. قلت لها طب شوف الستات بتعمل ايه واعملي زيهم. صح. على الاقل على الاقل تشوف سوسن جارتنا. هي سوسن دي في زيها الست السكره؟ يا ريت ستات العالم زي سوسن يا ياسمين. يا ريت. ده انا بتحسر عليه كل يوم الصبح لما بشوف سوسن وهي بتوصل جوزها الشغل. هو انت بتشوفها؟ اوه بتمسكه في الجنينه بتاعت الفيلا بتاعتهم بقى تقعد تدلع فيه وتهشكوا وتبصوا يمين وتبصوا شمال وتبصوا من هنا وتبصوا بتقطعوا من البوش. بشوفها. يا ريت مراتك ما تعملش زياده، تعمل زي ما سوسن بتعمل بالظبط. انا قلت لها تعمل زي سوسن، عملت زي سوسن. ومتضايق ليه؟ دي بقى بتستنى جوز سوسن كل يوم وهو خارج عشان تبوسه يا خالد. لا دي ست مفتريه، ابوس ايديكم انقذوني منها. انقذ ايه بس؟ والله ست مفتريه، مش ست ولاد عمي. الجا لمين طيب؟ سيبها على الله، هم كلهم افتروا. الستات كلها؟ كل ستات العالم افتروا. ليه خير؟ يا نهار اسود، مش قادر اقول لك، مش قادر اقول لك. القوانين الجديده مرمطتنا. يقول لك الخلع ومش الخلع. ما عادش لينا لازمه. بقيت قاعد زيك زي الصابونه في البيت ولا ليك لازمه. تعرف خالد من يومين سمعت جارتي بتقول ايه؟ ايه؟ هخلعه. يا راجل ايه الشلق اللي ساكنه جنبنا دي؟ هخلعه. واذا ما خلعتوش هحشيه. والله يا خالد قاعده بتقول كده. اسكت بس، انا خلاص فاض بيا. نفسي ازل الست ديت، نفسي اجيب مناخيرها الارض يا خالد. اللي زلها لك ده انا اديله عمري. انا مش عايز عمرك. ايه؟ انا عايز منك وعد بان الكلام اللي هقوله مش هيطلع بره. اوعدك. انا هقول لك كلام غايه في السريه وغايه في الاهميه. والله انا هديك عصاره خبره 12 سنه بزل في ستات. انت زليت ستات قبل كده؟ كل اللي يجي على بالك، البيضه والحمراء والسمراء والشقراء والهاتشباك وكل حاجه في الدنيا. طب خالد هتبخل عليا؟ انصحني. هو الكلام لو طلع بره والله ما اعتقد. لا اذبحني. مش هيكفيني فيك عيلتي. موتني، اعمل اللي انت عايزه. صحني يا خالد، ازلها ازاي؟ بص يا ابن عمي. ايوه. الموضوع ابسط من البساطه. كويس. الست ما هي الا الست، واقسم بالله لو حرف طلع بره اذبحك. اي حمار يفهم اللي انا قلت. واضحه زيش. الست ما هي الا الست. فنط الرغي اللي احنا رغيناه ده مع نفسك. لو سمحت. ايه؟ تعالى مش هضيع وقتك. انا يصعب عليا منك قوي كده. ليه يا حبيبي؟ في ايه؟ ليه بتعاملني على اني ذكي؟ ليه كده يا خالد؟ انت غبي ولا ايه؟ غبي يا خالد، بس فسر الكلام. مش عايد الكلام تاني. اتفضل. اخر مره. اخر مره بس فسر. ازلها ازاي؟ بص يا ابن عمي. الست ما هي الا الست، وشرف امي نفس يخرج اسحلك. واضحه بقى زي الشمس. الست ما هي الا الست. اتفقنا؟ يعني انت عايز تفهمني ان الست الست وحرف يطلع بره حدايقك. عندك حق. الست الست وكلمة تخرج هتضحك. طب يا خالد أنا فاهم الست الأولانية والست الأخرانية، دي اللي مش عارفها. بلاش غباوة. طب أعمل إيه؟ اللي مش عارفه هفهمهولك، بس حط لي تحتيه خط عشان. يا بني آدم. الست أيوة. تزلها الست. يعني إيه؟ الست تجيب مناخيرها أرض الست. إزاي؟ اتجوز عليها واحدة ست. اتجوز عليها؟ دور على واحدة بمواصفات فتاة أحلامك واتجوزها تريحك. أنا نفسي أتجوز عليها يا خالد. طيب بس بصراحة أنا نفسي في ست تبقى ست بجد. انسى انسى، ما عادش فيه اللي موجود، كله تجميع، الوكالة وبورسعيد. أنت بتتكلم جد؟ ليه يا خالد نفسي في ست تبقى ست عاطفية؟ آخرهم مواليد 72 واتجوزوا كلهم، ما تدورش مش هتلاقي. نفسي في ست تبقى ست رومانسية. راحوا في 67 الله يرحمهم. تعرف الست يعني لو على الاقل على الاقل يعني تبقى ست رفاهيفه. تبقى ايه يا باشمهندس؟ ست رفاهيفه. وما هي الست الرفاهيفه؟ انت ما تعرفش الستات الرفاهيفيين ولا عمرهم عدوا عليا. انت ما عشتش حياتك. قول لي اللي عشت. الست الرفاهيفيه اللي هي تلاقيها يا خالد دي اباجوره، مش واحده ست دي. يخرب بيت، انت عايز الشكل؟ سهلة، هتلاقيها ماشية عاملة كده. ايه دول؟ الرفاهيفة. ايه دول؟ دول؟ اه الرفارف.
وظيفتهم ايه؟ تمشي ترفرف عليك يا خالد. انت عارف انت مشكلتك ايه؟ ايه؟ انت مريض عندك نقص حنان، خلي مراتك تدلعك. ايه؟ قلت ايه؟ مراتك تدلعك. ايه؟ اوعى تقول كده تاني. انا اسف. انت فكرك دلع حاجه دلع؟ امال ايه يا عم؟ مشروع في قتل. يا نهار اسود.